اختتم المفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية زيارته إلى لبنان بلقاء عدد من الأطفال السوريين، وأكد الدعم الأوروبي المستمر للاجئين. معاينة ميدانية كان لابد منها في زيارة ستيليانيدس للبنان، وفي هذا الإطار جلى المفوض الأوروبي على عدد من المدارس التي تستقبل اللاجئين بتمويل من الاتحاد الأوروبي. الجولة كانت مناسبة لتجديد الالتزام الأوروبي بدعم لبنان ودعم جهوده تجاه اللاجئين الذين يقدر عددهم بأكثر من 1,500,000. أنا سعيد جدا لكون التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي هو في أيدي أمينة من أجل التغلب على كل هذه الصعوبات التي يعاني منها اللاجئون السوريون. المساعدات الأوروبية تشمل أيضا النازحين داخل سوريا، وقد تم تخصيص 62 مليون يورو إضافي لهؤلاء بحسب الدبلوماسي الأوروبي.